ما مسكت مقلبه يوم قبل بعد بنسع من برنامج. انا كنت موجود يعني شفت ابو خالد اللي ابو خالد واحد ثاني. ايه لانه مو مقلب. ها؟ لانه مو مقلب. يعني هذا تشوفه مو مقلب. لا. وش اللي حصل؟ اللي حصل طبعا هذا مو بس احمد السعود، اكثر من واحد من الشباب. قصدك هني لما صار المقلب. اي هذا. هذا يا رجل لانه شنو؟ قبلها يعني صار لهم ما شاء الله اقل من 10 ايام اهو، بعدين جاء عبد المجيد، بعد عبد المجيد جاء احمد مره ثانيه، عرفت؟ انسحبات و... اي يا رجل يعني خلاص يعني ما بقي اول شيء ما بقي شيء على البرنامج، وثاني شيء تعودنا على بعض، وثالث شيء ولا كسورهم بالشباب كلهم اخواني وحبايبي، ولكن اكيد في شخص مقرب، عرفت؟ اكيد اكيد لابد لابد يكون في شخص نوعا ما. وايد صارت جلسات بيني وبين احمد السعود. ايه يعني نقعد نسولف ما ادري شنو. فثاني شيء القران والمسجد. فما قص عليك اذا طلع احمد السعود بالطريقه هذه، يعني كانت راح تاثر مو علي انا بس، راح تاثر على حتى البرنامج نفسه، لانه هو نوعا ما عمود من عواميد البرنامج. فلما سوى الحركه هذه اللي نرفزني شنو؟ ايه مرات يجيك مغلب جسدي ويسوون فيك شيء، بس مو مشاعرنا وحاسيسنا مو لعبه احد يلعب فيها. فهمت الفكره شلون؟ يعني حتى لما مسكته طقيته هني زين؟ طق ما لقيت. اسلم اي الطق ممكن يوم يومين يروح، بس الخرعه وانك تسوي كذي ومن الكلام انت يمكن شفت الوضع يعني انك دشيت لي داخل وياي. ف كان والله مغلب مو حلو، وانا ضد المقالب. هذا طال عمرك سوى مره مقلب موجوده كاميرا خفيه، انه جابوا واحد وقالوا له اسمع نبيك شو تسوي؟ نبيك تلبس لبس وتخرع العالم بالشارع. حلو؟ حلو. فقال اوكي خرع الاول ضحك، خرع الثاني ضحك، الثالث ولا واحد ويا بنته شايب ويا بنته قيت مشون قام خرعه. على الخرعه هذه صار بالشايب سكت قلبيه، سكته قلبيه وطاح. نشوف المقلب ها، وخذوا الشايب وودوه للمستشفى. هذا ناطر برا قاعد مخترع، عرفت؟ خلاص سكرت في الدنيا. فقام وطلع وقال له ترى الشايب توفى. يا ليل الليل لا تشوف شلون انهار الرياض. بالاخير شنو قالوا له؟ قال احنا ترى مسوين فيك مغلب شايب هذا ويانا. اعوذ بالله. عشان يعلمه شنو؟ انه مو في ترى المغالب بالمشاعر وما ادري شنو ترى تاثر نوعا ما، عرفت؟ مرات ممكن تشوف مثلا في فيديو مشهور حق واحد روسي، الروسيين شويه عصبيين جدا جلفين ايه. فمسكين واحد قاعد، هذا طبعا الكاميرا خفيه ممنوعه في روسيا. اي قفلوها خلاص. قفلوها بسبه المقطع ايه؟ هذا. جاء طال عمرك مسكين قاعد، عرفت هذا مال البريد؟ قاعد داخل اي واحد يحط البريد يمسك ايده، عرفت؟ يعني شيء عادي. فجاء له هذا بشكله رئيس عصابه او شيء او مافيا. جاء له طال عمرك وشافه كذي خذ منه البريد. طالع المشكله قاعد يضحك. طلع الفرد ورمى. فمن وقت قال هذا الشعب وما الكاميرا خفية امنع الكاميرا خفية. احنا اشوف احنا عندنا الكاميرا خفية كف ما في سلاح الحمد لله. انا اتذكر كاميرا خفية بس مرة واحدة نزل صح؟ اللي في السعودية اي سطروا صح؟ مدقع وجه كل واحد يطق اطراق كف منا كف منا. لا في شعوب كاميرا خفية تمشي عليه مثل الشعب المصري. ايه يا اخي يضحك معك تستانس، عرفت؟ في شعوب لا يا رجل ما يتصور قسم بالله هذا بالسلاح طلع عمرك لا مش قاعد يضحك يضحك معه اعوذ بالله. فنوعا ما كان مغلب احمد السعود مغلب دفش. طيب وش سبب انك يعني انت ضربته بجلافه انت؟ ضرب جلافه انا خفت على نفسي اتوقع انك تقلب علي بعد. لا اله الا الله والله العظيم احمد يعني انت ضربته شعوريا؟ لا 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 انا بالضبط قلت حق احمد شو اللي سويته بمشاعري الحين بسويه بجسمك، عرفت؟ يا ساتر اي والله رد اعتبار ها انتقام عكسي حتى لو تلاحظ حتى هو ما زعل ولا تكلم ايوه وقعدنا برا وتاسف مني، عرفت؟ لا بس تقربها من العين الثانيه افضل لك اريح لك
ايوه وتعال الجهه الثانيه ما عندك مشكله. روح روح الجهه الثانيه هواس. يلا 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 بس باخذ ال ان حتى هو جاو تاسفوا يدي. ايوه عارف عارف. وثاني شيء محمد يمكن انت أيوة عارف ربعك يعني تدري هذا مثلا الشخص كذي هذا هذا امون عادي يسوي كذي هذا لا ما ارضى انه يسوي كذي فنوعا ما الميانه بيني وبين احمد خلاص يعني يعني نوعا ما اكثر يعني قراب حيل حق بعض. طيب عبد الله جيب المقالب وش حصل لك موقف في مقلب ولا حبيت يعني يعني مقلب زاد عن حده أو شيء هل تشوف مقالب في مقالب زاد عن حده؟ أبوي إيه في أكيد أسلم إيه في مقالب أكيد في مقالب خارج عن نطاق إنه اسمه مقلب يعني في مقالب شوي توصل درجة قلة الحياة يعني إيه؟ ما عليش في أوقات أنت تسوي فيها مقالب في أوقات ما ينفع أو في أشياء خاصة المقالب الحركية أيوة يعني اللي فيها حركة يعني مثل مقلب أحمد سعود أنا عندي عادي جدا لأنه بالكلام إيه؟ عرفت وسوى المقلب هذا يعني ديت ردة الفعل قوية لأنكم تحبونه الله وكيلك وسيلك إلى يومك دوره أسلم عن المقالب أيوة فأنا بالنسبة لي بالعكس أحب المقالب فهمت كيف إيه؟ وما أنا مقصر مفواز وفواز ما هو مقصر بيجزاه الله خير أيوة. لكن بشكل عام المقالب اللي فيها إثارة رعب وكذا ما أحس إنها مو ما تنفع لأنه ممكن بلحظة ضعف أو شيء بكل حال من الأحوال بتضر فالمقالب اللي تضر أبعد عنها باختصار يعني اللي بتضر الشخص يعني أما إنسان بحركة شوي فواز فواز اسحب عندك في عندك أمحطه وحده أيوة فواز وين أذنك؟ أسلم محط واحدة محطة خفيفة كذا يعني قدام واجه بس إني خوف استغفر الله العظيم لا أبداً ضد الشيء هذا إيه والله هو ما ينفع يعني المقالب الزايدة عن حدها يعني الزايدة عن حدها والله ضدها لكن مقلب عن مقلب تفرق إذا المقالب فيه حلوة. ترويع وتخويف وكذا لا والله أنا ضده يعني هل تشوف بين بعضهم يعني صارت ترويع يشوفونه مقلب؟ يعني مثل بعض المقالب اللي أشوفها زي اللفت وواحد يروع داخله ولا مثلا يطلق عليك ثلاث أسود وأنت في غرق ويقول لك والله علي مدربة اي مدربه بس طيب جسمي يا حبيبي ايش المدربه هذاك انا بخاف من الكلب يطلع لي اسد عرفت مثل مثل انا ايش عرف الاسد اني انا محمد المسعود يعني من جد يعني يقولك عطني شيء لا يقوم يلا عطني شيء لا هذه مثل المقالب انا والله ضدها اما المقالب اللي بحركيه وضحك وكذا لا والله ما جميل اي شوف المقالب مثل ما قلت بعضها جميله الآن شفنا في السوشيال ميديا ما أدري توافقوني الرأي فيها ولا ما توافقوني ونشوف مشاهدينا يوافقون الرأي في هذا الشيء عبر تويتر بنفس النظام يعني اللي وافقنا يكون يوافق ويتكلم في هذا الموضوع ونذكر اسمه في هاشتاج حياتك 55 هاشتاج شوفوه في زاوية الشاشة شوفون هناك يمين والله صدق صرنا 55 حياتك 55 نتكلم في هذا الموضوع شباب والله الدنيا تدبت شفنا الآن في السوشيال ميديا خاصة في اليوتيوب الآن اللي هو يسمونه التحدي لو خيروك إيه أتحداك تروح أتحداك تأخذ حصة وتضرب الدورية أتحداك تكلم الوالدة وتجيب كلمة غير لائقة يعني فهمت يعني قلة حياة وقلة أدب ما بالك مع أمه إيه أكثر من كذي أتحداك يعني أشياء ما أدري يعني يعني هي قلة تربية السخافة عدم مسؤولية قلة حياة أنا ما تشوفونها أهلها أنا قلة تربية لأنهم وش ذنب أمه وأبوه صراحة كيف وش ذنب أمه وأبوه هو يتصع على أمه أيه هو وش ذنب أمه وأبوه لكن زي ما تقول هي قل سناعة فيه هو يعني أمه وأبوه ربوه لفترة معينة فهمت شلون لا بس بحين تتطرق لقلة التربية خلني أكون صريح معك خلني أكون صريح معك أنا أكون صريح معك بعد إيه أمي وأبوي ربان شوف الى الان مهتمين بي الى هالساعه هذه وحتى لو حتى لو عرست حتى لو جاك عيال بكره صقلتي لنفسي في لي تقريبا يمكن
حطه 60%، كل شخص 60% يكون شخصيته. يا سلام، لكن غريزته تربيه الوالدين تبقى موجوده ولا لا يا ابو؟ تبقى موجوده، بس برضه بعضهم يسطح شوي. يعني قلت لك 60% هذه غاله فيها شوي او هايط فيها شوي، يشوف ربعه. انا اعلمك ليش اقول لك التربيه يا قلبي. لان كيف انا اسوي لي قناه في اليوتيوب واجيب اشياء يعني سخيفه وعلى هالي، اسمع ضرب دوريات مدري ايش غير كذا، يعني تضر العالم، وابوك وهلك واخوانك يدرون عندك ذا القناه ويضحكون معك. هنا في مشكله. يضحكون؟ اي هذه مصيبه. يعني عندك قناه مثلا عندك 300,000 مشترك فيها، يعني تهقى ان ابوي وامي ما يدرون عن قناتي هذه؟ يدرون. خليني اصرح معك يا رجل، يدرون، بس مو بلازم كلهم تاثير علي. عبود فعلا بعض الاباء ما يقدرون او مو يعني ما يحبون ياثرون على عيالهم بشكل يعني واضح. اها، او خلاص انفلتت السبحه. يا سلام، هذا اقول لك انفلتت السبحه. ها عبود لبيه. ابو خالد، موضوع التحديات هذا، موضوع التحديات من وين بدا؟ طبعا انتشر طبعا هذا الشيء جدا، ترى هذه فكره قديمه كان خارج العالم العربي. اي كان يا طويل العمر السلامه حتى